لا يمكن أن تحدث سعادة بدون استقرار للإيمان وللإجابة على الأسئلة الرئيسية: من أنا؟ من أوجدني هنا؟ ما مصيري؟ ما هدفي؟ ما هو طريقي؟ هل أنا وحدي أسير؟ هل أنا حر؟ أم هناك من يدير حياتي دون إرادة مني؟ ما الإجابة على كل هذه الأسئلة بدون الإجابة على أسئلة الإيمان الأساسية؟ لا تستقر النفس الإنسانية. يقول الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما في لعب. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يمكن أن يكون كل هذا لعب. هل يمكن أن يعيش الإنسان بلا هدف، بلا غاية؟ هل يمكن أن يصنع هذا الإنسان المعجز، هذه الآلة المعجزة كما يسميها الأمريكان، The Incredible Machine، الآلة المعجزة، فعلا معجزة. يعني خذوا أي شيء من جسم الإنسان معجز، قارنوه بأي آلة، خذوا العين قارنوها بالكاميرات، خذوا الكلى وقارنوها بآلات الكلى الصناعية، قارنوا أي شيء تجدون إعجاز غير عادي. خذوا مخ الإنسان وقارنوه بأعظم كمبيوترات الدنيا، قارنوا هذا الإنسان بحجمه الصغير وبتركيبه المتقن، هذا كله بدون هدف. كيف يعيش الناس بمثل هذه العقول؟ كيف نعود ونقول صناعة النجاح أن الإنسان ينجح في عقله وفي فهمه للحياة من حوله، وهذا أول النجاح مع الله عز وجل. شوفوا الأعرابي بفطرته البسيطة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لا إله إلا الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف عرفت لا إله إلا الله؟ قال: البعرة، أجلكم الله، قادورة البعير، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فكيف بسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على العليم الخبير؟ سبحان الله، بفطرته لا يمكن هذا الخلق المعجز إلا أن يدل على وجود إله. بدون الإيمان بالله عز وجل، بدون استقرار هذا الإيمان في النفس، يظل الإنسان في قلق، وبهذا القلق مهما نجح في الدنيا وأشير إليه بالبنان، مهما وصل إلى ذلك، مع ذلك سيكون في حياة شقاء وبلا سعادة.